السلام عليكم، معكم الطالبة قدس تحسين من جامعة بابل كلية التربية الأساسية قسم العلوم فرع الكيمياء. أقدم موضوعي بعنوان تأخر النطق عند الأطفال أسبابه وكيفية علاجه بإشراف الدكتور أثير حداد. في البداية لازم نتعرف على شنو يتضمن هذا التقرير. يتضمن بشكل عام على ما هو تأخر النطق، وراح نتعرف أيضا على معرفة أسبابه وكيف يتم تشخيصه وبالتالي كيف نعالجه، وأيضا كيف تساعد طفلك على الكلام بسرعة. في البداية لازم نعرف شنو هو تأخر النطق. هو نوع من أنواع التواصل والتي تكون لدى الأطفال أقل من الأطفال الآخرين، ويعني أنه يجي صعوبة في التعبير عما يريده، وهي مشكلة شائعة تقريبا من 3 إلى 10 من الأطفال، وتكون عند الذكور أكثر من الأنوثة. وهسه راح نتعرف على أسباب تأخر النطق. يرتبط تأخر النطق بالكثير من العوامل، وراح نذكر البعض منها. الإصابة بالتوحد، يعني صعوبة أن يتصل الطفل بالآخرين، فقدان السمع، وأيضا الحرمان البيئي والإهمال، وقد يكون هناك وجود تاريخ عائلي أن يكون الطفل ذكر، الشلل الدماغي، صعوبات التعلم، وغيرها الكثير من الأسباب. وهسه راح نتعرف كيف يتم تشخيصه. يتم تشخيصه اعتمادا على وجود بعض المعايير التي تدل على تأخر الطفل بالنطق: عدم ملاحظة ثرثرة الطفل بمقطعين ببلوغه عام واحد، تكلم الطفل بأقل من 6 كلمات، أيضا عدم تكلم الطفل بجمل بحدود 2 إلى 3 كلمات عندما يبلغ 2.5 عامين، النطق بجمل تكون غير مفهومة عندما يبلغ الطفل السن الرابعة. ما هو علاجه؟ يشمل علاجه عدد من التدابير التي تعتمد على العامل المسبب لتأخر النطق كضعف السمع أو اختلال جهاز السمع الذي يتطلب التداخل الجراحي، إضافة إلى التحاق الطفل ببرنامج تأهيلي بإشراف معالجين مختصين على حسب حالة كل طفل وتحديد نقاط القوة والضعف لديه. وتشمل هذه الخطة الشخصية بعض التمارين التي تساعد الطفل على التشجيع لتعلم اللغة، مثل الألعاب التي تساعد على التعرف على الصوتيات المكتوبة، لعبة إكمال الكلمات، تمارين ارتباط الكلمة بالصوت. كيف تساعد طفلك على الكلام بسرعة؟ هناك طرق تساعد طفلك على الكلام بسرعة، منها الاستماع. الاستماع لطفلك باهتمام يشجعه على الكلام، لذلك تحدثي مع طفلك في مكان هادئ بدون صوت، تلفزيون أو غيره، وانظري في عينيه أثناء حديثك واتركي له فرصة ليجيبك ووجهي له الأسئلة. تسمية الأشياء، قومي بذكر أسماء كل شيء لطفلك، وبعد ذلك قومي بإعطاء صفة للأشياء وليست مجرد أسماء مثل كبيرة أو جميلة وغيرها. تمثيل اللغة، قومي بتمثيل اللغة لطفلك من خلال وصف ما يقوم به أو ما يسمعه أو ما يراه، أو من خلال حديثك مع نفسك ووصف ما تقومين به لطفلك، فيمكنك القول أنك ذاهبة لإحضار الحليب أو الحديث أثناء الطهي. التشجيع لا النقد، لا تقومي بنقد طفلك عند قوله كلمة بنطق خاطئ، فهذا لا يشجعه على التقدم، ولكن قومي بتشجيعه مستخدمة النطق الصحيح لها وكأنه قال ذلك بنفسه. الحركة، كوني متحركة أثناء وصفك الكلمات الغير محسوسة لطفلك مثل فوق وتحت وأعلى وأسفل وغيرها من الكلمات. التجربة العملية، تجربة الطفل للأشياء تجعله يتعلمها بصورة أفضل، فرؤيته للحيوانات وسماعه صوتها يساعد الطفل على تذكرها أكثر من رؤيته لصورها. القراءة، قومي بقراءة القصص لطفلك وقومي بتكرارها له حتى تكون مألوفة لديه، والاستعانة بالعرائس المتحركة وطبقات الصوت المختلفة تجعل طفلك متشوقا لسماعك. وفي النهاية أحب أن أشكركم لحسن استماعكم، وأوجه شكري إلى اللجنة المحترمة وبالأخص الدكتور أثير حداد.